اليوم ما كانش واحد رحم المأساة التي نعيشها اليوم. جد فرح بهذه المجموعة ديال الشباب اللي غادي يقودوا المسيرة النضالية في المستقبل القريب. وبعد كان واحد المقترح لنا، وعدناكم اننا غادي نتشاوروا جميع الخطوات اللي غادي نديرو. كانوا عندنا واحد المجموعه ديال الكلمات اللي جاتنا، واش هاد الكلمات غادي نقراوهم هنا؟ كاين الكلمه ديال الجاليه في هولندا مسعودي محمد، غادي نقول الترتيب بالكلمات. كاين الكلمه ديال كندا وامريكا، كاين الكلمه ديال هولندا، كاين الكلمه ديال المانيا، فرنسا، بلجيكا والجاليه في الداخل. واش ندوزوهم كلمات في الواتساب ولا ندوزوهم دابا؟ دابا والسلام. بلجيكا هي عبارة عن كلمات من شعر للشاعر الحقيقي مجدي عثمان. غادي نمشيو دابا للبيان الختامي باش نختمو، وكاين في اللجنة اللي غادي يعطي الخطوات المقبلة، لأن ما غاديش نوقفو هنا، كاين من بعد خطوات. بيان التنسيقية المحلية باسم سكان مدينة فيكيك في خضم الحراك الشعبي الحاشد الذي تعيش على وقعه مدينة فيكيك منذ إشعار السلطات الجزائرية فلاحي منطقة العرجة بأن هذه الأخيرة أرض جزائرية يجب إخلاؤها نهائيا يوم 18/20/21 كآخر أجل. وبعد المسيرات الكبيرة التي نظمها أهالي الواحة في فيكيك تضامنا مع المتضررين واحتجاجا على هذا القرار التعسفي من طرف واحد منذ انتشار الخبر الى الان، وفيما يلي تعبرت جالية مدينة فيكيك وطنيا وفي كل بقاع العالم، فرنسا، كندا، الولايات المتحدة، بلجيكا، اسبانيا والجالية في الداخل، بالتنسيقيات للترافع عما أصبحت تتعرض له الواحة من هزات اجتماعية متكررة كلها ذات صلة بتقليص مساحة أرض فيكيك بشكل ممنهج من الخندق إلى تخصيص أراضي للتحرك العسكري إلى السياج، وانتهاء بضم منطقة العرجاء من طرف الجارة الجزائر بسبب عدم الحسم في مشكل الحدود، وفيما أصبحت تتقاطع البيانات. كالصاعقة وفيما تجمع ساكنة مدينة فيكيك وكل الوافدين الجالية مسيرات غاضبة حاشدة، وكذلك مسيرة غاضبة اليوم يوم الخميس 18 مارس 2021، وفيما
تتوافد على بلدتنا المكلومة بعثات من الصحافة المستقلة الإلكترونية والورقية لنقل الحدث والاستماع إلى المتضررين مباشرة وفي الغياب الكلي لوسائل الإعلام الوطنية الرسمية المسموعة والمرئية تعلن الموسيقية المحلية باسم ساكنة فيكي ما يلي. أولا نحمل مسؤولية سوء تدبير ملف الحدود مع الجزائر منذ الستينات إلى الدولة المغربية. ثانيا إن ضياع وفقدان منطقة العرجبي فيكي هو ضياع لعرق مغربية تهم كل المغاربة قبل المتضررين سكن في جيش ومساس الوحدة الترابية للمملكة. ثالثا نؤكد أن العرش منطقة مغربية مملوكة لأصحابها قبل الاستعمار فرنسا للمنطقة. رابعا تعلن الساكنة تشبثها بالأرض والوطن أولا وبما تبقى من أراضي واحد فيه المجاهدة.